الخوف سلمي وطلع من كبره المحزمة يعني. مليان جميل، المحزمة مليان حبايبي. مفاجأة؟ لا مي مفاجأة، هذه دعابة، سبع دعابات صغيرة. أنا نمزح ونضحك ونسولف. سبع دعابات كذا صغيرة. قبل الدعابة عطنا صفقة يعني. الدعابة. نعم. طيب سبع دعابات صغيرة للمحزمة المليان. الدعابة الأولى نشوفها. يا بن تركي، ما هي عملة سنغافورة؟ هل هي دولار؟ ما عملة سنغافورة؟ حذف إجابة. حذف خيار المقعد. رقم واحد. رقم واحد. رقم واحد. الغرفة من وراء الفضاء لنا مزرعة على قفصة من كبسولة في 2000. فيليكس. فيليكس. برافو. رقم واحد يا هاني. السلام عليك. الدهون. دهون. ما هي الوحدات الدهون لبناء روتين الجسم؟ حذف إجابة. حذف خيار. ما هذا الشيء؟ كنا نعرف. لكن أنا قلت يمكن. ما قلت دهون. وش الدهون؟ الدهون. لا ت. دهون. أتقول شو المتعلق؟ هذا دهون. ثلج. 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 توماس أديسون. حذف خيار. ما خيار. توماس أديسون. مختلف. فكر. يمكن من هو مكتشف جدول الضرب؟ يمكن. برافو. مخرج في مقطع بعده ولا تبغى تفكر؟ فكر يا مخرج. فكر. خط الاستواء يا درج. تختار حذف الحياة. درج خط الاستواء. خط الاستواء. الاعتدال الشمسي هو الشمس عمودية مع الأرض على مستوى درجة صحيح. خط الاستواء. صحيح. شر البلية ما يضحك. رقم واحد. الحجم خلص. يا سلام عليكم. لا إله إلا الله في ملكه. باقي ولا خلاص؟ فكر يا حاتم. فكر. طيب. طلعت عيني. طيب سؤال. طبعا هاني دقيقة. وين الخطأ؟ طبعا. وين الخطأ فيه؟ اصبر، في هذا البرايم في 12 حالة غش. طيب في 30 سؤال. لا معلش. 12. لا طيب لا ما بس يا جماعة دقيقة. اصبر دقيقة. علي سؤال لك. تفكر يا هاني قبل السؤال. سؤال. فكر يا هاني قبل السؤال. سؤال علي. فكر قبل السؤال. كم عدد الضيوف في فقرة كلام اليوم؟ ضيف واحد، ضيفين، ثلاث ضيوف. ركز. فكر. ركز هذه. افكر. لا هذه ركز. هذه ركز. ركز. هذه ركز يعني. ركز. كذا ركز. كذا فكر. فكر. ركز. في كلمة ثالثة. كل كلمة لها معنى. فكر. يعني جواب واحد. ركز. اثنين. ممتاز. على مهلك. واضح؟ تجاوزنا هذه المرحلة، وصلنا مرحلة. الوضع قلب بيت. يا جماعة تصيحون على المحزم المليان وفي غش الناس. يا أخي غششت وتقول له الدهون. طيب خطأ الدهون. قال سمع كلامكم الرجال واخطأ. لا وبعد واحد يقول ما سمعتنا. يقول ما سمعنا. يقول ايش قلنا؟ ما سمع. لا الافضل. الافضل لا يعني في رسالة سامية لو سمعت. والاخلاق وانت من تتداهلون المؤمنون المسلمون العابدون الزاهدون. علي وانتم لا تتجاوز نقطة مهمة صراحة. اذا احد قدم لك خدمة لازم تشكره. شكرا لك جاوبتها صح. هذه من ضمن الاشياء اللي قاعدة تصير في البرايم.
بيض الله وجيههم. يا جماعة السؤال كالتالي، لو كان الغش للجميع كان قلنا محزن مليان. طيب أول شيء الغش لناس دون ناس، حلو. ثاني شيء الغش في غش خطأ، تغشيش خطأ. الدهون الدهون الدهون، وجاب العيد الشيخ هزاع وماش ناشب لكم هزاع ما بطالع. الدهون خط الاستواء أي شيء جاب خطأ بس يرجع. في 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 ناس يغششون بطريقة، في واحد قال له يا درج، عرفتي وصلت مرحلة يا درج هذا الجواب، عرفت؟ بس ماش درج ما سمع، عرفتي؟ أنا شوف اللي صار، طبعا عشان تتصور اللي صار، لنا سوينا ستريم 2 تسجيل ثاني، تسجيل عشان كذا سامي كان حريص في البرايم يقول مايكاتكم مايكاتكم، لأنه كان في فريق شغال على البث كاميرا لونج والصوت شغال عند جميع المبدعين، غير درع حركات الغش اللي من بعيد هذه وفكر فكر، في حركات غش مباشرة. باقي ست مقاطع خلنا ناخذها كلها دفعة واحدة ونعلق عليها مع بعض. حلف انا اليوم شوف اشجار الاشجار 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 اجابه صحيحه يا حبيبي انا مالك حد الشمس حد خيار السويس العامي او السويس السويس يا رجل السويس كنت تقول لا اقول ما هو السويس عوض خير اسبانيا الرابعه هي اللغه الرسميه حد خيار اجابه الروسيه الاسبانيه الاسبانيه الاجابه صحيحه 500 وكم الله يخلف عليك محمد الخلاف العثمان بن عفان 12 سنه اكيد كم مدة الخلاف اكيد لا ممكن استوقع حد اجابه حد خيار ثالث الخلفاء الراشدين 12 14 والله ما ادري 12 سنه 12 اللي جاب صحيح تستاهل 300 يا اخي عجبني المحزن المليان كيف التعاون بينهم انا طالب لا بعدين يجوني يصيحون علينا ما نغش تدخلون في ذممنا تربيه اهلنا احنا ما ادري ايش يا جماعه والله وصلنا مرحله نقول ارحموا هذه النسخه خلوها تعدي بخير ارحموا ارحموا اسم زد رصيدك ارحموا زد رصيدك سبعة بس نسختكم خلوها تعدي بخيرها وشرها يعني يا جماعة وصلنا لمرحلة انه نغشش ناس دون ناس يعني اذا غششنا غششنا والله المستعان خلنا نغشش بذمة وضمير مو نغشش ناس دون ناس ونغشش ناس خطأ ونغشش ناس الحين عندنا مشكلة فساد في الغش غشوا زين يا اخي غششوا بعض زين غشوا اجابات صحيحة وليد إلى أين نحن إلى أين؟ البكاء اللي شفناه على محسن بن تركي هو يستاهل خروجه من القرية كان مؤثر لكن الآن تتضح لك بعض الأمور هل البكاء أني أنا ما غششته زين ما أعطيتها معلومات كافية ترجع للقرية بعدين بنهاية يعني كان متندم أنه ما غشته زين فكرة الغش كلها يعني هذولا كلهم أخوياك تغشش هذا هذا بيرجع وفلان بيطلع أنا مع مطالبات إن الشباب اللي بالبرايم يبقون بالبرايم بس والباقيين كلهم يطلعون برا أنا طالبت البرايم الثالث يطلع برا المسرح ما له وجوده أي فائدة لا مو المسرح يطلعون برا الهنجر وقفر عليه تبي تعلن النتيجة يا طويل العمر وقت الاتصالات جبهم هذه اللي نأمل إنهم ما يقدرون يتدخلون فيها ما يقدرون يمكن أحد مع جوال يروح وراء لا ما يقدرون ولا شيء طيب يا جماعة يا ليش خلاص نوصل كذا في توجيه آخر يا أخواني لا تغشون يا اخواني احترموا نسختكم احترموا اسماءكم الكريمه احترموا وضعنا احترموا الاداره احترموا الجمهور يا اخي احترموا هالمتسابق اللي وراه فريق دعم يا اخي ترى فرق الدعم تتعب وتسهر وتجتهد يا رجال يهاوشوننا على مقطع يهاوشوننا جليغم كان حاضر امس جابر كان موجود امس في الخيمه في الديوانيه لا تخصم عليه يقاتلون على كل نقطه من نقاطكم وانتم كذا بكل دم بارد تقول السويس سويس سويس خلاص فهمها سمعها السويس وجاوب السويس فيا جماعة ركزوا شوي يعني مقدم فقرتكم ترى مدير القناة ما احترمته هذا هو احنا نتكلم من زد سالب 57 انه من قبل البرنامج ايه انه محزن فشل وانه ليس محزن بل صار كمر حق الحج ما عاد انا محزم لكن بيجونك بعد البث ويشغلون حقه المحزم المليان ويلا عرفت هم فقط يجتمعون في الشيله وتفرقهم اشياء كثيره
بس انا ابي واحد بس من المتسابقين اذا يقدر تكرر من يجي يوضح ما يقدرون ما اذا الحق كلام لهم علي اذا الحق لهم والله لو بيارت شاهي انتم ظالمون تقتلون فرحتنا وتخنقون انفسنا وتفقعون عيوننا لكن اذا صار عليهم سبحان الله الفكرة وخشعت الابصار أمس أمس كلهم يسمعون يا اخي انا ابي استكشنها كان ترى كانت متجليه واضحه الامر وفي الاكل وفي يعني كلمات كثيره نتمنى ان تخسر يخسر المطعم في وجودك وفي ادارتك اليوم كلام ابو حصه ايضا كان واضح ومتجلي يعني خلاص يعني اتمنى انه هم كذبوا كذبه وصدقوها المحزم المليان كذبه تبريل بس انا ابي استوعب حاجه واحده انا كنت الكلمه اللي ابي اقولها الستة هذول كلهم اخوياك كلهم حبايب قلبك ومحزن مليان وهذا الشيء ما اختلفنا عليه الا نختلف عليه وليد لا لا اقول لك خل الكلام هذا على جنب انا ابي احد يوضح لي فكره اني كيف اغشش فلان واغشش فلان واغشش فلان بالنهايه بيطلع فلان ليش ما تخلونها مسابقه عادله ليش ما تخلونها مسابقه فعلا تعتمد على لان النفوس ما هي صافيه والاشياء هذه لان النفوس ما هي صافيه وليد القلوب ما هي على بعض القلوب مشتحنه الحل يعني وهذا ربما يساعد على هذا الموضوع ان اللي بالبرايم يبقون بالبرايم والبقيه يطلعون من مسرح البرايم وهذا يمكن بعد حتى يمكن تلقاهم السته هذول هذا يعطي هذا جواب وهذا يعطي هذا جواب يعني انتم ما خليتوها منافسه عادله بوجهه نظري العدل بالموضوع الجميع لحظه بالمكان اللي وجد فيه أصرب من الاول الترتيب الاول الثاني الثالث لحظه بالاسئله صعوبتها وسهولتها على حسب مثلا هذا طاح لسؤال سهل خلوها طيب منافسه عادله طيب بس هي اصلا في منافسه عادله عطاري في احد فيكم في الشروم هاني في احد فيكم في الشروم يا جماعه هاني المساله الكم في الشروم فاضي فارغ جميل عشان ما يجي واحد يقول لي جالسين لنا ساعه وما ادري ايش ابن عمرو يطلع المتسابق منكم في الشروم صفق يا ابن عمرو انت غشوك وقالوا لك وسمعتها وقلت الإجابة أنا وش قلت لك يا هاني إذا الحق إذا يبغون يكبرون السالفة يهولونها أمس عشان حضور وإنه إحنا مساكين أمام الجمهور وما هم همهم الوحيد الجمهور ما هم القناة ولا كيان ولا إدارة ولا شيء همهم إنه كيف أظهر دقيق قدام الجمهور إنه لا أنا حضرت الفقرة شوف يحترم واسكت لكن هذه شوف يحترم واسكت أي بس هذه سجل لكن هذه وشو أيوه لا هي ضدهم 100% طيب وعليهم على فكرة محمد المطيري دخلكم في الشروم بعدين طلع عبد الله جليغم دخلكم في شرون بعدين طلع جميل للتنويه بس ابن عمره هو اللي طلع الناس وحده تقول همس بين بعض وين الغش بالموضوع رافعين صوت المايكات لنا الابراهيم كيف يمديهم يسمعوا كيف يمديه قال له الدهون وجاوب الدهون خطا كيف السويس كيف قالوا له السويس وجاب السويس والشكر اللي كيف قالوا له فكر وقال واحد وجاب الجواب واحد كيف قال لهم كيف يا جماعه تراهم قريبين من بعض وبعدين ما في درج هم على مستوى واحد فالصوت يوضح واكبر دليل سامي الجعون اذا بالبرايم تقدم قال له مخرج ارجع عشان الكاميرا تجيبك صح المكان ضيق يوصل الصوت اللي يمكن الناس يشوفون المكان واسع في الكاميرات المكان صغير جدا لو زي البرايم الماضي او السنه الماضيه كان في درج ففي مسافه يمكن هم على مستوى واحد في لقطه في البرايم اللي تابعوا البرايم في لقطه جت لابن جليغم وهو يتكلم مع محمد المطيري لما قال له محمد احذف حجاب اخرج محسن بن تركي المحزم المليان أخرج الله اعلم ان اخرج بلال المحزم المليان والعلم عند الله ان اخرج المتسابقين ذولاك غشش ناس وترك ناس المحزم المليان حاول يدف واحد بس ما شنجب المحزم المليان نتمنى ان يكون مليان ما نبغى محزم فاضي محزم ضعيف لكنه مؤمن ما نبغى محزم مليء بالكذب والدجل والغش نبغى محزم صادق نبغى محزم تقول مثلت في زيت رصيدك 7 وكنت في نسخة زيت رصيدك 7 أبغى واحد يجي يفتخر يقول أنا كنت في نسخة فيها عبد الله بن دفنة وفيها عبد المجيد الفوزان فيها فارس البشيري فيها عبد الرحمن المطيري أبغى واحد يجي يقول أنا كنت في نسخة فيها سعود غربي فيها راجح الحارثي فيها عبد الكريم الحربي أبغى واحد يقول فيه سعود فهد فيه فلان في ناس أقول يعني كان لهم مواقف جميلة بس ما أبغى أقول أنا كنت في النسخة ذيك اللي غشون اللي كنا نغش محزن مليان ها السويس. بعدين نقول فكر سويس بعدين نقول له 13 يا درج سنة 13 سنة يا درج يعني حتى يعني غشوا بعض بس باحترام يعني بدون يا درج هو شوف اللي يعني خلوكم أقل شيء إذا غشيتوا غشوا باحترام وإذا غشيتوا غشوا الجميع مو بتغشوا الناس وناس غير أصلاً إن مبدأ الغش أصلاً خطأ مبدأ الغش غلط تتوقع أبطال الجمهور صدق لكم يا أخي الناس تشرح عليكم يا جماعة وصلنا لمرحلة نقول احترموا هذه النسخة يا حد
هذه طبعا من المصيبة الكبرى العظمى أن اللي يمثل المحزم المليان ورقة، وقد تكون هذه الصحيحة، وقد يكون هذا الأمر صحيح أنهم طبعا يعني ابن عمرو يهاوش في الهنجر، يصيح عليهم لحد يطلع، يحاولون يجدون تكتيك للخروج من هذا، يتملصون. نعم، هو شوف يا جماعة، ترى إذا كنتوا واثقين من نفسكم تكلموا على طول بدون الاجتماعات والشمنقة حبشادي والحوسة. ترى الموضوع بسيط، المقاطع واضحة قدام الله وخلقه. واحد قال فكر فكر، واحد قال يا هاني، إذا الواحد يبغى غرض من هنا أو من كلام اليوم ويوصل رسالة أو في خطأ معين وخصم عليه، والله أنه قبل فقرة بساعة ينتظرنا قبل أن نجي عند الباب، عند الباب، عند الباب. يلا يا هاني عندنا كذا، ونخصم عليه كذا، وراح عليه كذا، وراح عليه كذا. لكن اليوم على المقاطع هذه نهاية الحلقة، النسخة هذه تحتضر وتكاد أن تموت، لكن بالإنعاش ستبقى إلى اليوم 90، والله يستر عليكم، وكلها 15 يوم، وسيأتي نجوم جدد برنامج حياتك 2، وسيصعدون على القمة، واستمتعوا بال 15 يوم هذه على الجماهيرية هذه. أنا يا جماعة كل يومي وكل مشاكلي وكل نقاشي مع الجمهور اللي جالسين برا، حلو، المتسابق اللي في على البوديوم، ما يعني هو ما له ذنب، سمع الإجابة وجاوب، يمكن عرفت، ما يقدر يجي قدام الهواء يقول لا تغشش ولا تكلم فلان، هو في النهاية وقع كذا قاعدين نبي نوصل يعني بالعربي الاسبوع الجاي، ولا بارك وليد نقعد الاسبوع الجاي، اللي بيطلع الاسبوع الجاي تراه ضحية المحزن مليان ايا كان. اي بس لا يجيني بعدها باقي خميس وجمعة يومين، اللي بيطلع يوم السبت هو ضحية المحزن مليان. بيتفقون كذا في ليلة ظلماء انه احنا نتفق نخرج حاتم الشهري، والله انا ربما مثل ما اتفقوا سابقا، ربما زي ما اتفقوا سابقا. نعم يعني الفكره يا اخي، انا ذاك الليله اشوف والله بكاء على محسن يستحقه، وداع صعب، لكن يوم يكون وداعه انت متسابق جزء لا يتجزا من سبب خروجه بالطريقه هذه اللي قاعدين نشوفها، بالاساليب اللي ما تمثل رساله جميله قاعدين توصلونها للناس، طيب يعني طيب اجل المره الجايه شوف، ما نقول حظه اللي جاء اول واحد جاء، طيب سهله اللي حظه اللي يكون الجهاز حقه هذا البوديوم يكون قريب من الشباب، قريب من المتسابقه عشان بعدين وسيله مساعده. لا ابن عمرو سمعهم، هو اول واحد سمع الطول ما شاء الله، اي الطول يمكن في وحده من منشن ياسين، منشن ابو كاتم، تقول يلا ورنا عضلاتك على الغشاشين وانت تخصم على الجدار. هذا المقطع الوحيد يشتغل يا ابو كاتم، هذا المقطع الوحيد يمكن كنا نسولف فيه اللي ما يتمنون اساميهم تطلع فيه باليوتيوب. إيه هو المقطع هذا، المقطع هذا طبعا احنا ما بغينا نحط واحد، انا اتمنى من المونتاج اللي جزاهم الله خير اشتغلوا معي شغل جبار، يحطون بعد هذا المقطع تتر تنزل فيه اسمك. وين حق شارك في صناعه شارك في صناعه طقوا اسماء المجموعه بطوله تفكر، بطوله تفكر، فكر، ركز، هدي، ممتاز. الكلمات جالسين نسمعها وهم متفقين عليها، فكر يعني واحد، هد يعني اثنين، الكلمة الثالثة نسيتها يعني ثلاثة، جميل. ولما نسكت يعني الجواب الرابع، ولما أقول لك ماني متأكد تسمع كلمة متأكد يعني يحذف إجابة، والجمهور راجعوا هالمقاطع بشويش بتشوفون إبداعات. علي كأنك تقرأ في هاشتاج، أقرأ في هاشتاج، أقرأ يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني الخيبة أمل الجمهور، يعني والله كلام والله ما ودي أقوله، هذه خيبة الأمل اللي عند الجمهور هي معنى من تقريبا من شهرين، وحنا ننادي بأنه محزم فشل، محزم ضعيف، اللي هو مهتري، يتساقط، يسيخ في الأرض. طيب علي، محمد كان يتكلم عن أنه أنا إذا أخطيت عقبوني، طبعا هو سبق كان له سابق اعتراف في الغش، وهذه سابقة شافوها الناس على الهوين لما كان يغشش فيصل بن شافي ويقول أنه كان مذهول من ضغط البرايم. الآن وش رأيك بعد الوضع هذا، نخصم على الجميع، كيف نتعامل مع المجموعة البرايمات؟ لا لا الجميع لا، الجميع لا لا، اللي غششوا بالضبط اخصم عليهم عشان هم اللي ينضربون، اللي طلعوا في التقرير وشيء معين. ليه؟ لأن لو خصمت على الجميع، لو خصمنا علينا كل الأربع هنا 4000 خلاص كلنا نزلنا 4000. لا اخصم على البعض، على البعض. ليش؟ لأنه البعض اللي بيتأثرون خلاص يتوبوا البرايم الجاي، البرايم الجاي. وطالب من سامي الجعوني، أرجوك اللي ما احترموا ماهية الإعلام، فكرة الإعلام، فكرة البرنامج، وغشش كل الشباب في الفكرة هذه السبع الثمان برامج السابقة، الأخلاق المهني اللي أمس تكلم، الأخلاق المهني اللي كان في الديوان الثقافية، تمنى وضعهم في الهنجر وإغلاق البرايم عليهم، عدم سماع البرايم عنهم، تمام، عدم سماع البرايم عنهم، وعدم رؤية فكرة البرايم كامل، وأبدا. سلامة الله،
وما نسمع الفكرة تامة، نغلق إبراهيم عام إذا أعلن المتسابق لطعم برنامج يرجع لهم في الهنجر، حياك الله ودعوا خيوكم سلموا عليه ومع السلامة الله يستر عليه. الفكرة هذه كاملة ممتازة. خلنا نسمع محمد، دام محمد بس افتح مايكك.